شكرا ميرفت، وتحية لكم مشاهدينا. هذه جولتنا الرياضية الأخيرة لليوم. رغم حرارة الأجواء وانتشار الصحاري إلا أنها يعني احترفت التزلج على حلبات التزلج الباردة. هي الإماراتية زهرة لاري التي يعني تحدثت في لقاء خاص أجريته معها عن تفوقها في هذه الرياضة. تعالوا نتابع. زهرة، كلميني عن بداياتك، ازاي فكرتي وليه فكرتي انك تلعبي وتمارسي هذه الرياضة؟ في البداية شفت فيلم عن التزلج، كان عمري 12 سنة، فيوم شفت الفيلم على طول حبيت الرياضة، فقلت حق أهلي إن أبغى أجرب الرياضة وأشوف يعني لو هالشيء أقدر أسويه ولا لا، فأبويا يابني صار التزلج، وأنا على طول حبيت الرياضة وبديت أتدرب، بس أول 3 سنوات كنت بس أسير مرة في الأسبوع، فكان بس هواية. بس بعدين مدربتي قالت ان عندي موهبه في الرياضه، فعقب كنت اكثر واكثر، و يعني الحين ادرب وايد. طيب يعني انا بشوف انها بالنسبه لي رياضه صعبه، مش عارف انت ازاي يعني تلمستيها وتحسستيها في البدايه. اكيد في البدايه كانت صعبه، يعني اول ما رحت على الثلج على طول طحت، بس في هالرياضه اهم شيء يعني لازم نتعود ان نطيح وايد، فاهم شيء لازم يعني نقوم ونحاول مره ثانيه. الحمد لله ما فيش اصابات. لا الحمد لله. اصابات مؤثره يعني. طيب زهره، انت الاماراتيه الوحيده واول اماراتيه تقتحم هذا العالم، عالم رياضه التزلج على الجليد. كلميني عن انجازاتك في هذه الرياضه، وهل شايفه ان انت واخده الدعم الكافي هنقول المسانده الكافيه من دوله الامارات والاتحاد التزلج بدوله الامارات؟ أنا في البداية بس كنت أسوي مسابقات محلية، بس الحين حصلنا الـ ISU فأقدر أسوي مسابقات عالمية. ففي 2012 كان أول مسابقة عالمية حقي في إيطاليا، بس ما حصلت مركز هناك لأن توه كان البداية، بس صرت هنغاريا مرتين وحصلت مركز الأول هناك، وهالسنة صرت أيسلندا وحصلت مركز الأول بعد. أول سنة كنت سينيور، فكان إنجاز كبير لي أن أروح سينيور وأحصل ميدالية. وصرت هولندا، كوريا، يعني صرت وايد مسابقات، يعني كل سنة أبغى أسوي مسابقات أكثر، وإن شاء الله كل سنة الميداليات بتزيد. طيب ما جاوبتنيش على سؤال الدعم اللي عايزة تهربي منه ولا إيه؟ لا أكيد، يعني حصلت وايد دعم من أهلي ومن الدولة نفسها، عندي سبونسرز من أكاديمية فاطمة بنت مبارك، والحمد لله يعني هم يعني بدونهم ما كنت أقدر أكمل هالرياضة، لأن هم يعني يساندوني وايد. يعني اهم شيء ان الدوله ورايا واهلي ورايا، فاهم شيء. طيب عايز اسالك، انت شاركتي في بطولات عالميه كثيره واحتكيتي بالمحترفات اللي هنقول يعني سبقوا الدول العربيه كثير في هذا المجال، حسيتي ايه اللي بيفرق عنهم، ايه اللي بتفرقي انت عنهم، او ايه اللي هم بيفرقوه عنك، ايه الاختلاف، لماذا هم متفوقين؟ الشيء الكبير اللي اثر علي اني بديت متاخر، فهم بدأوا عمرهم 3 سنوات تقريبا، فعندهم يعني عندهم خبرة أكثر عني أكيد، وأنا بديت عمري 12 سنة، بس يعني أدرب وايد عشان أقدر أوصل للمستوى اللي هم فيها، والحمد لله يعني بديت أوصل للمستوى اللي هم فيها. يعني صح إنه بياخذ لي شوي أكثر عنهم، بس يعني لازم أتدرب أكثر. طيب أنا شايفك يعني وشفت الأداء بتاعك وشفت بتشاركي بتلبسي زي مختلف تماما لانك محجبه، كيف يعني تعاملتي مع هذا الموضوع؟ ما وجدتيش صعوبه، مش حاسه، وكيف تقبل الجمهور رده فعل، حسيتي من الناس تتقبل ذلك الشيء ازاي؟ انا اكيد اللبس البسه غير عنهم، لان هم يلبسون القصير وشي، فما اقدر البسه، بس انه ها بس يبين انه عادي الحرمه تقدر تسوي اي رياضه تباها، وتقدر تمسك بالعادات والتقاليد، يعني هالشيء يعني عادي. بس عندي مصممة هني من دبي اسمها جانيا، وهي اللي تصمم ملابسي، وأجلس معاها ونحاول نصمم الطريقة اللي أقدر أنا ألبسها ملابس. طيب خليني أسألك عن القادم، في ماذا تفكر زهرة لاري في المستقبل؟ في المستقبل لازم أسوي مسابقات أكثر عشان أحصل النقاط والخبرة، وإن شاء الله أولمبياد شتوية 2018 أبغى أكون أول بنية من دولة عربية تروح أولمبياد شتوية. زهرة بنتمنى لك التوفيق، وسعداء جدا ان احنا كنا معاكي النهارده وهذا اللقاء، يعني فخورين بيكي كأول امرأة
إماراتية أعتقد يمكن عربية حاصلة على ألقاب وميداليات في بطولات عالمية في التزلج على جليد. شكرا. مشاهدينا انتظروا بلينك بعد فاصل الأخبار.